من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التفضيل العظيم مقتضي من الإنسان لأن يكون قواما بالقسط. الإنسان إذا كان مدة عمره لم يقف موقفا مشرفا في هذه الحياة، لم ينصر مظلوما، ولم ينصر حقا، ولم يقل الحق ابتغاء مرضات الله حتى لو كان على نفسه ولو كان فيه مضرة دنيوية له، هل حقق الاستخلاف في الأرض؟ أبدا، ما شارك في تحقيق الاستخلاف في الأرض. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يظنون أن الذي عليهم هو مصانعة الجميع ومجاملة الجميع، وأن لا يقولوا أي كلمة تجرح خاطر أي إنسان حتى لو كان مبطلا معاديا لله ورسوله. فهذا غلط في التصور. فالإنسان لا بد أن يكون له مواقف ينصر فيها الحق ويعلنه مدويا حتى لو تأثر هو وتضرر. ولذلك جاء في الحديث أن الله تعالى أرسل ملكا أن يهلك قرية، فقال: يا رب فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. قال: به فابدأ، إنه لم يتمعر وجهه في يوما واحدا. كان يرى المنكر فيسكت، لم يتمعر وجهه في يوما واحدا، وبه بدأ العذاب، ونسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد أن يحقق الإنسان هذه الحكمة الأولى وهي الاستخلاف في الأرض. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ثم بعد هذا الوظيفة الثانية للإنسان هي تحقيق العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان لا يمكن أن يكون عابدا وهو متبع لهواه وتقاليده. عبادته يجعلها في إطار التقليد. أدرك آباءه إذا أذن المؤذن يذهبون إلى المسجد فهو يفعل، لكن قلبه خواء، صلاته لا تأمره بالمعروف ولا تنهاه عن المنكر، لا يخشع فيها، لا يحضر. القرآن الذي يقرأه قد ورثه وعلمه إياه آباؤه وأجداده وهو صغير، فهو لا يتدبر شيئا منه ولا يفكر في أن الحجة قائمة به عليه. ويا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كثير من الناس يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم لأنهم يكذبون بما يقولون فيه. الذي يقرأ قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهو لا يجعل شيئا من ذلك لله، هل هو صادق؟ لا يريد أن يكون موته في سبيل الله شهادة عند الله، ولا يريد أن تكون حياته لنصرة الله ورسوله. كيف يصدق وهو يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له؟ والذي يقرأ قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولا يفكر يوما من الأيام في الجهاد في سبيل الله ولا بذل شيء لإعلاء كلمة الله، هل هو صادق وهو يقرأ هذه الآية؟ قد قامت عليه الحجة بها وبايع الله بيعة لا يستطيع إنكارها ولا استقالتها بوجه من الوجوه. لا يستطيع أن يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. لا يستطيع أن يقول: أنا ما وقعت على هذه البيعة وما علمت بها. بلى، كل مؤمن قد وقع على هذه البيعة. إن الله اشترى من المؤمنين وأنت منهم، كل مؤمن منهم، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، الجميع موقعون على بيعة مع الله. والناس فيها على قسمين: القسم الأول هم الصادقون، صدقوا الله ما عاهدوه عليه. والقسم الثاني هم المنافقون، أخلفوا الله ما وعدوه. وقد عرف الله الصادقين، ذكر انقسام الناس فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وعرف الصادقين بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعرف المنافقين بقوله:
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، فالآيات التي وردت على أسباب مخصوصة لا يقتضي ذلك عدم عمومها. فكثير من الناس يقرؤون هذه الآيات، يقرؤون سورة التوبة ويقولون هذه نزلت في المنافقين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يقال نعم نزلت فيهم لكنها عامة. أيضا حتى الصلاة نزلت في الصحابة والزكاة نزلت فيهم، وآية قطع يد السارق نزلت في الذي سرق رداء صفوان بن أمية، وآية التركة نزلت في حسان بن ثابت، وآية القذف نزلت في أهل الإفك. هل خصوص السبب منع عموم الحكم؟ أبدا، بل الحكم مستمر على كل المسلمين. ومن هنا لا تظن أن هذا تاريخ وأنه قد انقضى وانتهى، بل هو حكم باق ما دام هذا القرآن موجودا. وبذلك الخطاب موجه للجميع، ولذلك فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين في كل زمان ومكان، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الكينونة تقتضي أن الإنسان ضعيف بنفسه، كثيرا ما يعتريه الفتور والجهل والضعف أمام الشهوة والضعف أمام الشبهة، فيحتاج إلى مثال يقتدي به وهو الصادقون. فعليه أن يكون معهم كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم بعد هذا في العمل أيضا لا بد أن يعلم الإنسان أن العمل هو ثمرة الحياة وثمرة العلم، والعلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها. لا بد أن يدرك الإنسان أن كل يوم تطلع فيه الشمس هو عمر كامل، تطوى صحائفه ويختم عليها ولا تعرض إلا عند العرض يوم يأتي يحمل طائره في عنقه. ولذلك قال الماوردي رحمه الله أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. هذا الذي نرى يوميا يقع للشمس هو الذي يقع لنا نحن، تطلع في غاية البياض والنقاء وأشعتها منتشرة في العالم كله، ثم تغرب مكسوفة ليس فيها أي شعاع. فكذلك الإنسان في بداية شبابه ناضر جميل، ثم لا يزداد بعد ذلك إلا كبرا وتراجعا وضعفا وتغيرا لملامحه وأشكاله. يا من لشيخ قد تطاول عمره أفنى ثلاث عمائم ألوانا سوداء حالكة، عندما كان شعره أسود سوداء حالكة، وسحق مفوف وهو الشعر الذي قد خالطه البياض، وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا الأبيض بالكلية، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. لهذا لا بد أن يدرك الإنسان أن كل يوم من الأيام لا بد أن يملأ بما رتب الله فيه من الأعمال، وأن يحاسب الإنسان نفسه عند نهايته إذا اضطجع على فراشه يريد النوم، يحاسب نفسه على واجباته، كيف أداها هذا اليوم، هل صلى الخمس في الجماعة، هل أدى ما وجب عليه من نفقة أهله وأموره الخاصة، هل قام اليوم لله بالحق، هل أمر بمعروف، هل نهى عن منكر في عائلته وأسرته أولا ثم بعد ذلك في جيرانه، هل دعا إلى طريق الحق في عائلته وأسرته أولا ثم بعد ذلك في جيرانه، ماذا فعل من النوافل، هل أدى الرواتب القبلية والبعدية للصلوات، هل قام ما تيسر من الليل، هل كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم بعد هذا
ماذا وقع فيه أيضا من المخالفات ليستغفر منها ويتوب، ويوزع ذلك على الجوارح ويبدأ باللسان، فإن الجوارح كلها تؤثمه كل يوم، فتقول نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ذكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا بد أن يوزع ذلك على الجوارح، يبدأ باللسان فيحاسبه على ما نطق به هذا اليوم وما قاله من الكلام الذي لا يكون في كفة الحسنات، ثم بالعين وما تنظر إليه، ثم بالأذن وما سمعته، ثم بالرجل وما مشت إليه، والقلب وما خالطه، واليد وما بطشت فيه، وهكذا بكل جوارحه حتى يؤدبها. والإنسان إذا كان يحاسب نفسه كل ليلة على يوم كامل من أعمالها ويوزع ذلك على عمل الجوارح سيستقيم لا محالة، طال الزمان أو قصر لا بد أن تستقيم له جوارحه، لأنه كل ليلة ينومها وتكون نفسه لوامة يلومها على التقصير في الخير ويلومها على ما وقعت فيه من الشر أيا كان.